السلام عليكم أحبابكم في قناة غسيل شيف لطيفة. اليوم بحول الله موعدنا سيدتي مع وصفتين رائعتين سهلين وبساط، يمكن لهم يكونوا في الغداء أو في العشاء. هي وصفة الكباب المخضور، كيف تشوفي معايا سيدتي غادي نديروه بطريقة بسيطة وسريعة في نفس الوقت، ووصفة أخرى تكثر على الإقبال في الجو الشتوي، وهي وصفة الكرعين بالحمص. هنا عندنا كرعين تلغني بالحمص، سهلة هي وبسيطة وتكثر عليها الإقبال خاصة في فصل الشتاء. قبل ما ندوزو نشوفو الوصفتين، ما يفوتنيش نشكرك سيدتي على جميع التعليقات والبارتاج اللي تلقاها في القناة. شكرا للجميع على زيارتكم للقناة. ندوزو ونشوفو الوصفة الأولى، وهي الوصفة الشتوية، أي وصفة الكرعين تاع الغنمي بالحمص. المقادير اللي بحاجتنا بهم لهاد الوصفة إن شاء الله هي كالتالي. بحاجتنا بحول الله الكرعين، سواء تاع الغنمي او تاع البقري. انا هنا عندي كرعين الغنمي لعدد طبيعه الحال حسب عدد افراد الاسره. انا هنا عندي 6. انا عندي 4 تاع الحمص اللي خديتها وفزكتها نهار ونص باش ينفخ مزيان بالماء. وهنا عندي واحد 50 غرام تاع الزبيب، هذا اختياري. قبطه تاع القزبر المعدنوس، البصله خضارية اللي مشلضة، هذا هو وقتها. زيت الزيتون شوية، وهنا التوابل. هنا الثومة اللي غنخليها بالقشور تاعها، اللي بغاها راه يلقاها قدامه. هنا معلقة ونص صغيرة، معلقة صغيرة ونص تاع التحميرة، جوج معلقات الكمون، نص معلقة تاع البزار، نص معلقة سكينجبير، نص معلقة تاع خرقوم عرق، وهنا عظام تاع التمر 4 باش يطيب ليا القطاني. اما الملح فغنخليها هي الاخير حتى يطيب ليا الكل او ينقص الطياب، عاد نزيد الملح باش ما يتقلش ليا الطياب تاع القطاني. ندوزو بحول الله نشوفو الطريقة، فهي سهلة. انا تندير هاد الطاجين تندير له فلاصو فوق راسو، تنبقاش نبزر عليه. تنديرو شوية زيت العود، يمكن كي تستعملي زيت المائدة العادي. تنديرو البصلة، تنزيدو الكرعين، نزيدو التوابل كاملة مع العظام تاع التمر. سهل هاد الطاجين، الربيع غير تشحر شوية. نزيد الحمص والزبيب، ثلاثة شحار، تنزيدو محمص، نزيدو الزبيب ونمرقو بالماء الكافي اللي غيطيب لينا فيه، ونمرقو بالماء الكافي اللي غادي يطيب لينا فيه الحمص والكرعين. اما الملح فغنخليوها حتى الاخر باش ما تعطلش لينا الطياب، غادي نسد ونخليها تطيب. سيدتي وصفة الكرعين بالحمص تجي على هذا الشكل، غزالة وبنينة وتتشهي. هي وصفة شتوية بامتياز. بعد ما طابت زدت ليها مقياس الملحة حسب الذوق، و تنقدموها بهذا الشكل. الى عجبتك سيدتي الوصفة جربيها وردي عليا في تعليق خاص بالوصفة. ما تنسيش بحال ديما تنتسنى اللايكات تاعك البارتاج تاعك باش نزيدو جميع بالقناة القدام.
بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله. دوزو شوفوا وصفة الكباب المخضور بطريقة ولا أروع، بنينة سريعة بسيطة وفي المتناول. هذه الوصفة وحشنا بحول الله. المقادير التالية: أنا هنا عندي واحد الكيلو تاع طريفات لحم البقري مقطعين طريفات مربعات في هذا الشكل، عندي واحد البصلة متوسطة 80 غرام تقريبا اللي مشلضة، جوج حتى ثلاثة المعلقات تاع الكزبر معدنوس حتى هما مقطعين، ثلاثة تسنينات ثوم، ولقامة تاع الكباب المخضور اللي هي أنا هنا درت معلقة صغيرة تاع التحميرة، معلقة صغيرة الكمون، نص معلقة صغيرة تاع سكنجبير، نص معلقة صغيرة تاع البزار، الملح حسب الذوق، واحد المعلقة تاع الخل الأبيض، وجوج معلقات تاع زيت الزيتون. غادي نطيبو الكباب المخضور في الكوكوط، نديرو الحيمة، نزيدو هاد المقادير كاملة، نخليو غير واحد شوية الربيع يتزين، نديرو زيت الزيتون، اللي بغى يدير حتى شوية الزبدة يديرها، واحد معلقة تاع الخل، نحركو هاد العناصر مزيان، انا ما غاديش نزيد الماء لان الطريفات تاع اللحم غادي تطلق الماء تاعها، والبصله حتى هي تطلق الماء تاعها. غادي نطيبوها واحد ربع ساعه في الكوكوط، بعد ما تيطيب تيجي على هذا الشكل واقف، و الثياب تاع هاد الكباب راه مرتبط بالإناء اللي تنطيبوه فيه أي بالكوكوط، ومرتبط حتى بالنوع تاع اللحم واش هو كبير ولا صغير. إلا بالك ما طابش تزيدي شوية تاع الماء وتتوقفيه حتى يطيب. وصفة الكباب المخضور اللي شاركنا اليوم جميع باللحم البقري تجي على هذا الشكل، وصفة سهلة وبسيطة سريعة بالكوكوط، رائعة بنينة ولذيذة. اليوم غادي نقدمها مع الروز اللي طايب بطريقه طبيعيه غير في الماء بلا ملحه بلا شي حاجه، فالكباب مقوم واقف وتيجي رائع مع الروز اللي طايب بهذه الطريقه. فإلا عجبتك سيداتي الوصفه جربيها وردي عليا في تعليق خاص بالوصفه. بحال ديما ما تنسايش القناه بالتشجيعات تاعك واللايكات تاعك والبارتاج. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله. كانوا هادو سيداتي كيف تشوفي معايا وكيف شتي معايا، هما الوصفتين اللي شاركنا جميع، وصفتين رائعتين. هي وصفة الكرعين بالحمص، كرعين بالغنمي والحمص. وإذا كنتي سيداتي ما تتبغيش الحمص بالقشور تاعو، تيمكن لك سيداتي تقشريه تاهو تيجي رائع، تيمكن لك نفس الوصفه ديريها بالكرعين تاع البقري او باللحوم الحمراء تجي حتى هي رائعه. فاذا عجبتك سيداتي الوصفه جربيها وردي عليا في تعليق خاص بالوصفه. وبطبيعه الحال درنا جميع وصفه الكباب المخضور اللي طيبناه بطريقه سريعه جدا، وتمكنك تقدميه بجميع انواع البات او الروز او السلطات. فقبل ما نقضي الفيديو ما يفوتني سيدتي نشكرك على جميع التعليقات والبارتاج والتشجيعات اللي تلقاها في القناه،
فكيف تتعرفي القناة هي قناتك، فإذا كنت أول مرة تشوفي القناة تأبوناي، شغلي الجرس باش توصلي بالوصفات مجرد ما نزلها في القناة. وإذا كنتوا من متتبعين والأوفياء للقناة، ما تنساوش القناة باللايكات تاعكم والبارتاج تاعكم والتشجيعات تاعكم. بحال ديما راني في انتظار التشجيعات تاعكم باش نزيدوا القناة للأمام بالصحة والراحة. وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله. وإذا كانت يعجبكم أكثر من وصفة واحدة في الفيديو، اكتبوها لي في التعليقات باش نلبي الطلب.